السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس، أهلا بكم مرة تانية مع درسنا التاني في وحدتنا التاسعة واللي عنوانه What could you do؟ What could you do؟ يعني ماذا استطعت أن تفعل؟ وهنا حبايبي هيكلمني عن قاعدة مهمة جدا وهي استخدام could في الماضي بمعنى استطاع، وcould دي هو الماضي بتاعك أن. تعالوا يلا نبدأ بكلماتنا، بس قبل ما نبتدي لما كنت اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولما كنت فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية إن شاء الله. طبعا أول كلمة معنا هي كلمة Italian يعني اللغة الإيطالية. chess يعني شطرنج. busy يعني مشغول. able to يعني قادر على. french اللغة الفرنسية. france يعني فرنسا. month يعني شهر. cousin ابن العم وابن الخال. amazed يعني مندهش. fast يعني بسرعة وسريع. German يعني لغة ألمانية أو جنسية ألمانية. quickly يعني بسرعة. basketball كرة السلة. age يعني عمر أو سن. طبعا حبايبي شكل ما قلنا في الوحدة دي هيكلمني عن استخدام كان وكانت للاستطاعة في المضارع عشان أقول أنا أستطيع أن أفعل شيء استخدم كان وأنا لا أستطيع كانت، وهيكلمني كمان عن could وcouldn't الماضي بتاع كان وكانت. وكود وكودنت معناها استطاع ولم يستطيع. طبعا هنشوف الفرق ما بينهم وازاي بستخدم كان وكانت في المضارع وازاي بستخدم كود وكودنت في الماضي. تعالوا نشوف اول حاجة حبايبي هي كان وكانت. طبعا كان مع حبايبي معناها استطيع وكانت معناها لا يستطيع، والاثنين بيجي وراهم مصدر الفعل بدون اي اضافات لانها افعال ناقصة، واحنا قلنا حبايبي اي فعل ناقص بيجي وراه مصدر الفعل. فلما يجي يقول لي I can play basketball يعني أنا أستطيع أن ألعب كرة السلة، هنا حبيبي لازم الفعل يكون play، يعني ما ينفعش أقول playing هتقول لي غلط. طب to play هتقول لي لا برضو لأن كان ما يجيش وراها to زائد المصدر. وهنا لما أحب أنفي الجملة دي وأقول أنا لا أستطيع فهخلي can't، فأقول I can't speak Italian يعني أنا ما أقدرش أتكلم إيطالي. ولاحظ برضو can't جي وراها مصدر، وكانت حبيبي دي هو النفي بتاع can not، هو الاختصار سوري بتاع can not، يعني can not الاختصار بتاعها can't. طبعا أنا بستخدم كان وكانت لما يكون الكلام مضارع. يعني إيه لما يكون الكلام مضارع؟ لما ألاقي مثلا كلمة شكل كلمة now. كلمة now حبيبي معناها الآن، أو كلمة these days هذه الأيام. طيب قال لي إن كان حبيبي لو جيت في أول السؤال بيكون معناها هل، وبجاوب عليها بيس أو نو. وهنا السؤال هيكون كالتالي كان وبعدين الفاعل بتاعي، والفاعل ده بيكون اسم أو ضمير، وبعدين المصدر بتاعي. يبقى هنا كان لازم يجي وراها مصدر. مثال بيقولي can you climb a tree؟ هنا معناها هل تستطيع أن تتسلق الشجرة؟ طبعا لو أنا بعرف أتسلق الشجرة هقول yes I can. طب لو ما بعرفش هقول no I can't، يعني لا أنا لا أستطيع. دايما حبيبي بعد ما جاوب yes أو no بطلع أبدل you تحولت لاي وجبت كان، أما لو نافي فهقول can't. نفس الكلام حبيبي لو أنا بسأل بأداة استفهام برضو هلاقي وراها كان وبعدين الفاعل بتاعي يعني الاسم أو الضمير وبعدين مصدر الفعل. مثال لما أقولي what can you do أحمد، what can you do يعني ماذا تستطيع أن تفعل يا أحمد. طبعا هنا لما أجي أجاوب هشيل what وشيل علامة الاستفهام وبدل you تحولت لاي وقال لي I can وجاب الحاجة اللي بيقدر يعملها I can run fast، فعش أقول runs هتقول لي لا. طب to run برضو لا. طب running لا طبعا لأن كان لازم يجي وراها مصدر الفعل بدون إضافات. تعالوا نشوف بقى حبيبي الماضي بتاع كان وهو could. could حبيبي معناها استطاع وcouldn't معناها لم يستطيع، ودول بستخدمه لما أكون بتكلم في الماضي، وبرضو حبيبي هيجي وراهم مصدر الفعل، يعني الفعل في أصله بدون إضافات، ما ينفعش أجيب to قبله، ولا ينفع أحط له ing، ولا ينفع أحط له s ولا es، ولا ينفع أجيبه ماضي. مثال لما أقول لي I could ride a horse yesterday يعني أنا استطعت إن أنا أركب حصان أمس. هنا حبيبي استخدمت could لأن في هنا علامة من علامات الماضي وهي كلمة yesterday، يبقى إذن أنا هستعمل could و couldn't لما يكون الكلام في الماضي فقط. طبعا عارفين علامات الماضي yesterday يعني أمس، وعندنا ago يعني منذ، وعندنا in the past يعني
في الماضي، وعندنا كمان كلمة last معناها الماضي شكل last week و last month و last year. طيب قال لي لما اجي انفي كل اللي انا هعمله كود هتبقى couldn't، وبرضو هيجي وراها مصدر. يعني لو انا عايز انفي الجملة دي هقول I couldn't، يعني كل اللي انا هزوده not بعد could. ديني مثال اخر، بقول I couldn't take the bus so I had to walk. انا ما قدرتش اخد الاوتوبيس عشان كده اضطريت ان انا امشي. طبعا نفس الكلام حبيبي، كود لو جيت في اول السؤال هيكون معناها هل، وهجاوب عليها بيس او نو. بقول could you ride a bike when you were three، يعني هل استطعت ان تركب دراجة عندما كان عندك 3 سنين. طبعا انا عارف حبيبي ان was were لما تيجي في الكلام بتعرفني ان الكلام ماضي. لاحظ بقى اديني بدأت بكود وبعدين جبت الفعل وبرضو جبت مصدر. could you ride a bike when you were three، طبعا هنا لو قلت yes هطلع ابدل you بتتحول ل I، فقلت yes I could. طيب لو انا ما بعرفش هقول no I couldn't، no I couldn't. يبقى لاحظ مع no دايما بجيب couldn't. نفس الكلام حبيبي اللي قلناه في كان، برضو أداة الاستفهام في الماضي هيجي وراها كود وبعدين الفاعل وبعدين مصدر. قولي what could you do when you were little، يعني ماذا استطعت أن تفعل عندما كنت صغيرا. شلي what وبدل يحولها الاي وقبل كود وقبل مصدر، فقال لي I could swim well. I could swim well يعني أنا استطعت أن أعوم بشكل جيد. لاحظ بقى حبيبي ان كود وكود وكان وكانت بيجي وراهم مصدر الفعل بدون اي اضافات. تعالوا حبايبي بقى نشوف الكويز اللي هو مديها لي على كان وكود وكانت وكود وكودنت. هنا بيقول لي بيرتس كان، طبعا حبايبي قلنا ان كان لازم يجي وراها مصدر، فبالتالي بيرتس كان فلاي يعني تقدر تطير. نمبر 2 بيقول لي شي درايف ا كار شي تيكس ذا باس. بيقول لي شي ايه، هي ايه السيارة، وبعدين قال لي بعدها she takes. حاول اسألك بقى يا ترى takes ده مضارع ولا ماضي، هتقول لي يا مستر لا takes ده مضارع، فبالتالي لازم اقول she can't يعني لا تستطيع، يبقى هي لا تستطيع ان تقود السيارة عشان كده بتاخد اوتوبيس. طب نمبر 3 my brother count to 10 when he was to، هتقول لي في was يا مستر، يعني الكلام ده ماضي، يبقى كانت مش هتنفع، isn't مش هتنفع، كان مش هتنفع، يبقى ما فيش غير مين حبايبي couldn't. يبقى my brother couldn't count to 10 when he was to، يعني ما كانش بيقدر يعد لغاية 10 وهو عنده سنتين. نمبر 4 بقول لي last year we traveled to Africa، هتقول لي last year من علامات الماضي، يبقى كانت غلط. بقى لي كود وور، هتقول له يا مستر انا واخد ان وير بيجي وراها فعل في اي ان جي، يبقى المفروض اقول وي كود يعني استطعنا عشان الفعل ده في المصدر. طب تعال نشوف نمبر 5 بيقول اي كودنت ساي اني ثينج ان جيرمان، خلي بالك لم استطيع ان اقول اي شيء بالالماني لاست يير السنه اللي فاتت. قال لي بقى بات، وقلنا بات هنا حبايبي تفيد التناقض، بات ناو اي. خلي بالك انا ما كنتش بعرف زمان اقول اي حاجة الماني، لكن دلوقتي هتقول لي لكن دلوقتي استطيع في المضارع، فبالتالي هتقول لي but now I can. طبعا ما ينفعش كانت يا مستر، لان لو قلت كانت خلاص مش هيبقى فيه تناقض، عشان يبقى تناقض لازم اجيب كان. نمبر 6 تعالوا نشوف يلا رقم 6 بيقول لي last year يعني السنة اللي فاتت he run very quickly but now he can. خلي بالك يعني السنة اللي فاتت هو ايه يجري بسرعة، واللي خلي بالك لكن دلوقتي بيقدر، يبقى السنة اللي فاتت ايه، هتقول لي ما كانش بيقدر، يبقى اذا هقول couldn't. طب ما ينفعش اقول كانت، هقول لك لا ما هو قال لي last year السنة اللي فاتت. اللي بعدها نمبر 7 بيقول لي you play the piano when you were a child، هتقول لي الكلام ده كده فين في الماضي، ليه يا مستر، عشان في where، يبقى ما ينفعش كان ولا ينفع or. طبعا هنا لما اسأل واحد هل استطعت هقول له could، يبقى could you play. نمبر 8 بقول sorry I a help you with your homework I'm busy، خلي بالك I am دي هتقول له مضارع يعني انا مشغول، يبقى هقدر ولا مش هقدر، هتقول لي لا انا مش هقدر، يبقى I can't عشان هو تأسف له مستر، يبقى I can't.
Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجي لك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. واستنانا في الجزء الثاني في درسنا الثاني في وحدتنا التاسعة، واللي هيكلمني فيه عن Travelers and the Tree، المسافرون والشجرة. شير لكل زمالك عشان الكل يستفيد. Goodbye. السلام عليكم.